أصغر سيارة سيدان بأسطول سيارات هنداي اي 10 2024 بشكل سريع. نسخة السمارت نبدأ تقييم السيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الغاليين. تغطيتنا اليوم من صالة الناغي وكيل سيارات هنداي بالمملكة، نستعرض مع بعض هنداي جيران اي 10 2024 نسخة السمارت. فقبل ما نبدأ هذه التغطية نتكلم عن تفاصيلها وتجهيزاتها، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك كل الروابط بخانة الوصف. اي 10 او اي 10 طبعا سيارة السيدان صغيرة بالحجم، اصغر من هنداي اكسنت من ناحية المواصفات، كمحرك كمان اصغر من الاكسنت من ناحية من جميع النواحي، كان كابعاد خارجية او محركات او هذه التفاصيل بشكل كامل. لكن اللي يدخل داخل السيارة يلاحظ الوسع الداخلي مثل نيسان صني الشكل القديم، ما شاء الله سيارة من الخارج صغيرة، لكن كوسع داخلي لما تدخل داخل السيارة تلاحظ في فرق في وسع داخلي بشكل رهيب. نجري للواجهة الأمامية مثل ما نلاحظ الإضاءات هيلوجين، الشبك الأمامي جاي باللون الأسود، شعار هنداي أكيد في المنتصف، عندنا فتحات للتهوية موجودة أكيد في الواجهة الأمامية، وخلونا نلاحظ مع بعض بطاقة المواصفات والسعر. بالنسبة للسعر فبنتكلم عن 58,000، بالنسبة للمواصفات فبنتكلم عن محرك 1.2 لتر أو 1200 سي سي الأحصنة 83 حصان، إشارات بالمرايات وفيها دخول ذكي أو بالبصمة، ما شاء الله من أكثر السيارات اللي فيها مواصفات. لكن هنا يمكن استهلاك البنزين فيها 18 كيلو فاصلة واحد، التقييم ممتاز بلس بنزين 91 دفع عام 2023. كتقييم استهلاك وقود يمكن هي الأبسط أو اللي ما هي اقتصادية أكثر، ما أدري كيف أوضحها لكم، لكن تقييمها في اللي أحسن منها من ناحية استهلاك البنزين. تقريبا الاكسنت استهلاكها افضل من كذا، لانه الاكسنت عندنا ناقله حركه فيها. خلونا نلاحظ وش ناقله حركه، نلاحظ ناقله حركه هنا عندنا سيفيتي، تقريبا استهلاكها بالبنزين افضل من هذه. خلونا نلاحظ هذا ونرجع لبطاقه استهلاك البنزين فيها، وهنا بطاقه استهلاك البنزين الاكسنت افضل، يعني الاكسنت اقتصادي اكثر منك حتى كحجم هي أكبر. ما علينا، قالوا نتكلم عن إمكانية السيارة كتصميم داخلي بشكل سريع. نبدأ بالمقصورة الداخلية أول حاجة. طبعا من ضمن الحاجات الجميلة بالسيارة عندنا فتحات تكييف بالخلف، في تكاية بالوسط أكيد موجود، 5 أحزمة أمان داخل السيارة، مساحات تخزين، نوافذ كلها كهربائية أكيد موجود، منفذ USB بالأسفل. فالداخلية فيها وسع. خلونا نفتح صندوق الأمتعة ونفتح غطاء المحرك. عشان نشوف المحرك ونشوف بشكل كامل صندوق الأمتعة من الخلف، وهذه المساحة، ونلاحظ السبنة بالأسفل ما فيها بطانة. طبعا هذه المساحة تعتبر مساحتها ممتازة، تعتبر مساحتها ممتازة. هذا الجزء باللون الأسود مثل ما نلاحظ، وهذه السيارة بشكل كامل تعتبر سيارة عملية مناسبة داخل المدينة أو للمسافات البسيطة بمعنى أصح. هذه السيارة ما شاء الله كونسول وسطي مميز باللون هذا مثل ما نلاحظ، حاملة أكواب موجودة وبريك إلكتروني بريك يدوي، طبعا بدون شاشات لكن تشغيلها بصمة. إذا جينا لمحرك هنداي اي 10 أو اي 10 بنتكلم بالتحديد عن محرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي أو 1.2 لتر الأحصنة، بنتكلم بالتحديد عن 83 إحصان، والعزم تقريبا حول 105 نيوتن متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات. استهلاكها بالبنزين 18 كيلو فاصلة واحد لكل لتر بنزين، والتقييم ممتاز بلس بنزين 91 دفع عام 2023، ناقل حركة أوتوماتيك، سيارة سيدان، سعة خزان وقود تقريبا نتكلم عن 38 لتر.
هذه إمكانيات السيارة بشكل كامل، إمكانيات هيونداي جراند اي 10 2024، أصغر سيارة سيدان بأسطول سيارات هيونداي ربع الأسطوانات. وإذا جينا لهذه الناحية بنلاحظ النوافذ كلها كهربائية، طي المرايات الجانبية التحكم فيها بشكل كامل، تراكشن هنا، تحكم بالدركسون والرد على المكالمات، وهنا مثل ما نلاحظه مسجل تشغيل السيارة بالبصمة، التحكم بالتكييف بشكل كامل لحاملة أكواب، منفذ USB و12 فولت كله موجود بهذه الزاوية. وهذه الداخل، صوت البوليوم محترم ما شاء الله. شغلنا الإضاءات، خلونا نطلع نشوفها بالخارج بشكل سريع. لكن قبل ما نطلع ونشوفها بالخارج، هذه الشمسات بالنسبة للسائق وللراكب كلها ما عليها مرايات، وهذه الإنارة الداخلية هيلوجين. الحين بنشوف الإنارة، هذه الإنارة هيلوجين. فأتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام الفيسبوك كل الروابط بخانة الوصف، وفي أمان الله.